هلبة كلام من قال الأسبوع اللي فات. تعالوا هنا بش نلخص لكم. تنويه، زي ما دوينا الحلقة اللي فاتت، واللي ما لحقش على الحلقة اللي فاتت يمشي يتفرج عليها قبل ما يتفرج على الحلقة هذه. في المؤتمر الأول ليه دبيبة كان واثق تماما من دعم البرلمان لحكومة جديدة، وكان وثيق من الفوز، ويحسب أن الثقة بتجيب السهل وبيبدو خدمة والأمور حتكون لوزيات جدا. ولكن البرلمان داروا للويدة. لماذا؟ لماذا فعل البرلمان اللويدة لدبيبة؟ خلوا قبل كل شيء نمشوا نشوفوا الأسماء اللي اختارهم دبيبة لحكومة جديدة. نائب رئيس الوزراء رمضان بجناح، وزير الزراعة حمد عبد الرزاق المرين، وزير الموارد المالية طارق عبد الله أبو فليقة. فليقة فليقة مش عارف. وزير التوى الحيوانية والبحرية توفيق سعيد مفتاح الدرسي. شو بندير قدام ولاد عمي تو بنتحشموا منهم. وزير الرياضة عبد الشفيع محمد الجوافي، وزير التخطيط كامل بريك الحاسي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي يسمى بالمجلس الرئاسي، وزير الصحة علي مفتاح الزناتي، وزير التربية والتعليم موسى محمد المنيف، وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام تيكي. وزير الداخلية خالد التجاني مازن، وزير البيئة إبراهيم العابد منير، وزير العمل والتأهيل علي العابد رضا أبو عزوم، وزير الشؤون الاجتماعية وفاء بكر الكيلاني، وزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروك توفيق عثمان أوكي. من الوسط القائمة هذه أنا سلطان. وزير الدفاع حتى هو بيسموه مع المجلس الرئاسي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد عبد النبيل الجيب. الجيب ولا الجيب؟ وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد صفا، وزير الصناعه والمعادن احمد عمر، وزير العدل حليم عبد الرحمن، وزير الخدمه المدنيه عبد الفتاح الخوجه، وزير المواصلات محمد سالم الشوبي، وزير الاسكان والتعمير زهير محمود. تحسها مصمم زياده. وزير الحكم المحلي بدر الدين صادق التومي، وزير الشباب طلع عبد اللطيف، وزير الاقتصاد والتجاره عمر علي العجلي، وزير النفط والغاز محمد احمد محمد عون، وزير الماليه خالد مبروك عبد الله، وزير الدوله لشؤون المهاجرين وحقوق الانسان احمد فرج ابو غزام، وزير الدوله للاتصال والشؤون السياسيه وليد عمار محمد عمار لف، وزير الدوله لشؤون الهجره جديد معتوق جديد، وزير الدوله لشؤون رئيس مجلس الوزراء عبد الجمعه عامر، وزير الدوله لشؤون المراه قريه خليفه ميود، وزير الدوله لشؤون الاقتصاديه سلام ابراهيم لغوي. وهادو الأسامي، لو تبوني ندوي على أي حد فيهم أو نعطيكم نبدأ عليهم اختاروا لي شوية أسماء مش نقدر نتكلم فيهم في الحلقات الجاية في التعليقات. تو احنا من غير فكرة الوزارات الجديدة اللي لا عندهم لا شناطي لا مباني، الجلسة صار فيها حاجات غريبة وعجيبة. عقيلة صالح من الأخير مشيشها، كان واضح ماشي للجلسة بردافة وماشي بنظام يا بنلعب يا بنزب. لا وبعدها صرح ان على اساس يتمنى ان البرلمان يعطي الثقة للحكومة. يا حنين. طبعا في وقت الجلسة تصرفاتها كانت مختلفة تماما وكلها معيلة، يعني زي حركة تسكيت العضو سالم جنان لما سالم قال له نبيه مشكته وتقال له غير اسكت انت الاول، ومش عارف اما عضو كان شاد المايك وقتها لكن قعد يضحك في ضحكة بلهاء. وبعدين عقيلة صارح سكر راسه ما يكمل الجلسة وقال لهم خلاص بنروح شيعان، وقال لهم والله ماني راجع، وانتوا هكي ولا هكي قاعدين لغضوة يا عادي شن فيها، ما عقيلة ابوه هو اللي يصرف على البلاد، فمش مشكلة يعني أجلنا جلسة اثنين ثلاثة عليه راحته. كلكم هم يتعاركوا في مرأة فتحت المايك وبدت تشددها أدعية، معاش فهمتها جرب في المايك تدير في استفتاحية للجلسة تستحضر في الأرواح. المهم هي قربت سطر واحد وفقدت الأمل، واللي أقوى منها الأبلة اللي جايبينها في البرلمان اللي تسكت في الأعضاء اللي هلو. ما علينا. العضو خليفة الدغاري، أنا مش عارف لو نطقت اسمه صح لكن هيك ولكي أنا ما أظنش إن حنقول اسمه تاني فمش مشكلة. المهم قال إن في ناس من الحكومة المقترحة أساميهم مرتبطة بقضايا متاع فساد. صداع من النزاهة، صداع. نرجع لعقيلة صالح من جديد. عقيلة صالح كان مصمم إنه ما يكملش الجلسة وصار فيها شوية مشاحنات بينه وبين دبيبة، وقال اسمع عندك اسماء هكي مش خشين لا راس فحاول تعدلهم، واو عندك من هنا لغضوة تعال جيب لي اسماء جديدة. دبيبة كبش فيه قال اسمع احنا راه واصليننا كمية كبيرة من السيفيات وكان تعطيني ربع ساعة نقفل لك الموضوع ونعطيك لسامي واللي تعترضوا عليه نطلع قدامكم. زيادة غيم صرح وقال إن عقيلة صالح واضح عليه إن هو قاعد يطول في حباله وقاعد يماطل ويتلكك ومفروض هو ما حطوش رئيس للجلسة. وزاد قال إن طلب إن ينطر ناس من القائمة حتى لو العدد اللي معترض على الأسماء هادو ما كانش كافي، وقال إن هذا يعتبر ابتزاز عيني عينك، يعني عقيلة صالح قاعد يسقي منه لي. وفي أخبار وروايات أخرى قال لك واحد من الأوتيلات متاع ليبيا اللي في أفريقيا الوسطى كبروا عليه، الفندق تبع ليكو فربي يعوضنا ويعوضكم خير ان شاء الله. عندكم اوتيل في افريقيا الوسطى؟ عندك. وفي سبها فيه في حي عبد الكافي مكب متاعك ناسه كبير مش مخلي سكان المنطقه قادرين حتى يتنفسوا، يعني شويه تانية بنسهوا على الجنوب بنلقوهم قاطعين عليه حتى الهواء. اخبار تقول انها خشت بعضها في مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي، واستياء الموظفين لنا كل شويه وهم منقزيلهم في المصرف، فقرروا ان هم يوقفوا العمل لعند ما الدوله تدير لهم حل. عندهم الحق. فككلة في هلبة شجر صنوبر، هم قلعوه بيش يبيعوه بيض. أنا صراحة ما نعرفش كيلو البياض قداش واصل، لكن اللي نعرفه إن 100 جرام من صنوبر يساوي حوالي 10 دولار أو أكثر، فأنتوا ديروا الحسبة. اليومين هما مع كثرة السوشيال ميديا تقدر تاخذ أخبارك من أي تركينة، في ناس تحط في أخبار حقانية، في ناس تحط في أخبار بيش يديروا دوشة، في ناس يحطوا في أخبار لأن حشجتهم، وفي ناس يحطوا في أخبار بيش يديروا عركة بين طرف وطرف تاني، وفي قنوات مالكين صفحات يغدوا فيكم في الأخبار اللي هم يبوها
بتشوفوا ردة فعلكم قبل ما تنزل عندهم على القناة. واستغرابي الكبير في الصفحات اللي ليهم سنين من انتشارات هلبة وما فيش لعند اليوم حد طلع في صفحة دي لا بوجهها ولا باسمها، ومع ذلك الناس قاعدة تتبع فيهم. شنو السبب زعما؟ خلونا نمشوا نسألوا الشارع ونولوا. لقيتها قصدي فوق 20,000 26,000 30,000 نزلها في عجائب. قال لي مثلا فيها اشتراك 1500 200 ما نديلهاش فيها. انا وريت الوجه نتاعك انت افتح بنت ولي وجهك يعني شنو فاهم؟ واخبار كلها كذب فيش حاجه حقيقه بك. والله ايش بنقول لك، لا اله الا الله، هي الامور كلها الاعلام كلها يعني في نقيضين يعني. هذه ننصح كلهم ان يفوتوها الحق لان تجيب اخبار غير صحيحه. والله يدرون الحل هذين، انا مش متابعين السوشيال ميديا واجد، بس ان الصفحات المعروفه ديما متداولين عليها الناس يعرفون يعني، وختمن عليا الصفحات هذين تحكي عليها انت. لما تجي خش الصفحه نلقى ممكن حتى منشور اثنين بينات 6 شهور 3 شهور اخرى، بس ما ندريش متابعين. والله الصفحات الغير حقيقيه هذه المقلده على الصفحات الرسميه اللي تجي في اخبار كلها تمام، هذه ننصح كلهم انهم يفوتوها الحق لان تجيب في اخبار غير صحيحه. شوف هو من الاخير الناس قبل ما تمشي تشتري الحم تسال من وين جايبينها. حاولوا تستخدموا الطريقه هذه في معاملتكم مع الصفحات هي. الصفحه اللي من غير وجهها او اسم اطلبوا منها يطلع يهدرز معكم، احنا طالعين بوجهنا مني ب 10,000 جنيه باهي. لو اعطوك 10,000 جنيه باش تبدا مشروع صغير، شنو حتكون فكره المشروع هذا وكيف مخطط انك تطلع فلوس من المشروع هذا؟ اكتبوا لنا لطف في التعليقات. بنديروا سحر باش يولوا 20 مليون. انت امك اسمها سناء وطايح على راسك من السماء ويدعم فيك البرلمان. البرلمان ماشي مع القافيه. انت امك سناء يا مشعودين. المهم يا اخوتي بعد التشحيط والتمحيط والتفحيط والجماعه اللي وصلوا لسرت متاخرين والجلسه اللي ما صارش منها وعركه الجيل المشاغب المشاكس اللي احنا عابين عليهم انهم هم يمشوا امور البلاد، وقرروا ان نظره شرعيه واحده لا تكفي وانهم حيردوا علينا يوم الخميس. هو واحد اثنين، يا اما بيخمسوا علينا باش ما ياخذوناش بالعين، يا اما هو خميس خميس يخشوا بينا وخلاص وبالرفاي والبنين ان شاء الله. انتوا شن موقفكم من الخليط هذه كل؟ وعلشان تبوني ندوي الحلقات الجايه في ابلكيشن فاتحينه اليوم هذا اسمه كلوب هاوس، انا فيه ممكن نمشوا غادي ونفتحوا لنا شويه نقاشات على الحلقات الجايه، مش على الاقل الاخبار تجيني منكم والطلبات تجيني منكم وانا منكم انتوا ندير حلقه. الحلقه الجايه حتكون مختلفه شويه وحنديروا اغنيه، فاللي حاس روحه شاعر واللي حاس روحه يبي يشارك يكتب لي في التعليقات اي حاجه، شعر، كلمه، موضوع، المهم مش حب، حاجه يا على الاجتماعيات يا على الوضع السياسي اللي صاير. وان شاء الله ربي يستر علينا من اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وان شاء الله يجي اليوم اللي تبدا عندنا حكومه يحترمونا ونقدر نحترمه، وهم يديروا دورهم كحكومه واحنا نديروا دورنا كمواطنين. هذا كور انا بنعيشه في بلادنا من الاخير. وان شاء الله من هنا للحلقه الجايه نلقاكم في القمه. فيا شعبي العزيز، عقم 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 عقم، حبوا بعضكم، ادعوا لبعضكم مش على بعضكم، وفكونا من السحر يا مشعوذين.